ومعانا النهارده ضيف عزيز علينا من ضيوف الفن والشعر. الحقيقه الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف شعراء شباب من الجيل الجديد. اي ثوره بتحصل في اي بلد بتعمل نوع من الابداعات، سواء بالنسبه للشعراء اللي بيكتبوا او ابداعات الكتاب او حتى فن الغناء والطرب. بنسمع كتير من خلال اي ثوره شعبيه بتمر بيها اي بلد ابداعات كتير جدا. خليني ما اتكلمش كتير وارحب بالاستاذ مهاب محمد الشاعر الشاب. مهاب، سعيد بوجودك معانا ونهارك دايما سعيد. انا اسعد يا فندم. خلينا في البدايه سؤال مهم جدا، امتى بدات كتابه الشعر؟ ولسه حالا بسالك قبل الهوا بقول لك فاكر اول قصيده ليك ولا لا. خلينا نعرف بالظبط بدات امتى. انا بدات حكايتي في الشعر، انا يعني موهبه فنيه معايا من صغري. من صغري ازاي؟ يعني انا اولا بدات غناء. تمام. الغناء كانت الكلمات اللي بكتبها كانت كلمات انا. تمام. في مجال الشعر بشكل خصوصي انا بدات من ابتدائي. من ابتدائي بدات في الحفلات بتاعه المدرسه، بدات اطلع وكده والقي وكده. الكلام ما كانش يعني مش هو يعني اللي انا شغال بالبدايه، مش بالمدارس بقى واتعلم مدارس شعريه وكده، يعني لا، يعني كلام كان ايه، كان الى حد ما مسموع بالظبط. يعني كان كل اللي يقول لي يعني الشعر بتاعك كويس بالنسبه لشخص في ابتدائي يعني بالظبط كده. تمام. بدات من سته ابتدائي اكتب شعر، وفي ملحوظه على فكره عايز اقولها، ان كتير عرضوني في الموضوع بتاع الشعر ان انا مش دارس مدارس ولا يعني مش دارس شعر بجد. انا بقولها على الهوا، انا فعلا مش دارس يعني شعر بجد. انا الكلام اللي بكتبه تلقائي، القاء ناس بتحسه. انا حاسس الناس عايزه تسمع ايه في الشارع. وجايز ده اسلوب يا مهاب، يعني جايز ده اسلوب مختلف شويه عن انك تكون دارس. والدراسه جايز بتخلي الواحد يبقى فيه احترافيه شويه بالزبط. بيوزن شعره زي ما بيقولوا، لكن ساعات الواحد بيتكلم من القلب زي ما بنقول. تمام. تمام بالزبط. فاكر اول قصيده؟ اسمها حكايه في روايه. اول حاجه كتبتها حكايه في روايه. حكايه في روايه. في روايه كانت بتقول ايه؟ طيب، هي بتقول: مرة زمان كنت بفكر وجت في بالي حكاية، ويوم ما قرر إني أقولها أعملها شكل رواية. سألت مرة واحد معدي، قلت له ممكن ثانية يا بيه، بصلي قال لي اتفضل احكي، هات اللي عندك ما سألش ليه. قلت له ممكن تحكي حكاية أخدها عبرة، شغلت عينيه. يا ابني الحكاية في يوم معايا فلوس تعدي 1,000,000 جنيه، وقلت أعمل بيها شراكة مع شخص سري أمين لي عليه. ومرة واحدة لقيته خني وراح وباع الوعد معاه، وقلت يمكن يعمل بيها فلوسه جاية على هواه. وخدت مدة قاعد مستني، وقلت يوم هيجيلي برضاه. وفات كتير وفات كتير، وعرفت في يوم ان في فلوسي شيطان وعماه. وهي دي نصيحتي يا ابني، وهي دي نصيحتي يا ابني، خليك محرس اوعى تبيع، صاحب في يوم امنك على سره، ووصي نفسك بالمواضيع. بكيت وباصص فوق لسمايا، عرفت كون حقه بيضيع، وان الدنيا مهما طالت في يوم هتبقى تراب للبيع. جميلة، وخاصة ان انت بتقول انك كتبتها وانا سني صغير. بالظبط. جميلة جدا، وفيها زي ما بيقولوا عظة وعبرة. يعني الموضوع مش موضوع ان انا كتبت مجرد ابيات شعرية. بالزبط. ولكن شوف المعنى بقى اللي بيقولوا زي ما بيقولوا وراها. مهاب، الكتابة بالعامية او الكتابة بالفصحى، هل انت بتكتب ده وده، وبتفضل ايه بالتحديد؟ انا معظم اشعاري وقصايدي عامية، عشان هو اللي شايفه يعني الناس، يعني هو المتداول دلوقتي ان يعني الفصحى دلوقتي ان انت تكتب فصحى وتوصل لنسبة كبيرة تعدي 50% من الناس، يعني دي مش هتلاقيها. يعني العامية هي اللي ماشية في الشارع دلوقتي. انت عايز توصل للكل. هو بالزبط. يعني بالتأكيد المثقف فهم العامية. بالظبط. وال يعني المواطن البسيط وصل له. بالظبط. انت خايف تكتب بالفصحى فتوصل لجزء من الناس وباقي الثقافات لا. لا بالظبط كده. ده مهم جدا. ده مهم جدا. طب خلينا نرجع زي ما قلت لك قبلها، وعايزين نسمع اكتر. طيب اوكي، انا سمعت قصيده وطنيه، قصيده بلدنا. بلدنا. بلدنا كلمتيني انا كتير. بلد مين؟
بلد مين؟ اه بلدنا. طب وماله؟ بس ليه بتسأل عليها؟ هو امتى كان شاغلها السؤال ولا شغلك السؤال؟ كل واحد عاش في حاله مع عياله، ناسي ان بلده عايشة وليها حق، فاكر بس كل واجب كان عليها، قال ما عشت شلة بيها وعشت عمري ما قلبي رق، عشت عمري ما قلبي رق. بس لا، ايوه لا، شفت فيك الذل كله بس خيرك كان عليا، عشت فيكي عمري كله وكنت كل حاجة ليا، ده انتي نهري وانتي طيني وانتي خشبة في مصنعي، وانتي اللي لو حصدتي تقومي تاني وتزرعي، بس اصلك طيبة، مش هلومك انك انتي اللي ربيتي الحرامي، مش همدح وعلي فيك بإن خرجت المحامي، مش هرفع إيدي وحيي علمك المرفوع أمامي، ومش هدوسه وانسى نسره كان في يوم واقف مكاني. أصل بصي، أصل بصي، أنت عاملة زي بحر موجه عالي، بس البحر في المزاد يتبع لو كان سعره غالي، في العلالي مين يشيل يلا بلدك في المزاد، بيع وخلي السعر يكبر، لو نقصت يبقى زاد، ده الايه؟ ده الايه؟ المزاد. 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 مش هكدب على اللي سامع، مش هكدب على اللي قاري واقول له ان الحلم ضاع، بس طول ما مزادنا ناقص احنا ماشيين في الضياع. نفسي القى زبون كويس يشتري بلدنا بينا، يبقى بحره، نبقى شعبه، يبقى ربان السفينة. فين شراعنا؟ فين هيرسى؟ هيرسى على أجمل مدينة وهتبقى مينا. أيوة نفسي كنت أقولها، بحرنا ده يبقى لينا. جميلة يا مهند. كان عندك حق لما قلت لي في البداية أن الكلام طالع من قلبي، يعني مش موضوع موزون مدروس أكتر منه، كلام بيوصل لكل الناس. بس خليني أسألك على الشعراء والشعر، وانت بتقرأ لمين وبتحب تسمع مين، وفي نفس الوقت كمان بالتأكيد في حد قربك شوية من الشعر من الشعراء او حببك انك تقرأ اكتر حتى لو كان في مجال العامية؟ بالظبط. اللي حببني في الشعر والدي، اما بقرأ لمين فانا قدوتي في الشعر الشاعر هشام الجخ، هويس الشعر العربي. جميل جميل. بس حلو ان يكون دور الاسره او الاب او الام ايا كان بيشجعوا اولادهم على انه يستمر في مجال زي ده، قد يكون ممكن يخليه يلعب كوره. بالظبط. ممكن يخليه يغني. ماشي، الامور بتبقى ماشيه، ولكن جايز الشعر شويه، انا مش عايز ابخسه حقه، ولكن قليل شويه اللي بيميل قوي انه يسمع شعر، بيبقى مرهف الحس جدا جدا، ولكن عشان اخلي ابني يكتب اشعار وعشان اشجعه عشان يسمع ساعات، حتى علشان تسمع الشعر بيبقى الموضوع تقيل شويه. بالظبط كده، بالظبط. بس يعني تحس ان انت يعني تكتب كلام اللي قدامك يحسه، يعني انا لما بكتب قصايدي وبنزلها على الفيس الناس بتقول لي انت بتيجي على الجرح. ما انا بقول لك انا حاسس بكل كلمه يعني انت بتقولها. انت بتنسى، بحاول انسيك في قصايدي، انت دارس المدرسه دي تبع ايه، ولا القافيه موزونه ولا لا، انت سرحت في الكلام في الموضوع. بالظبط. بمناسبه انت دارس ايه؟ انا مهاب كنت بتكلم معاك قلت لنا صيدله، مش كده؟ اه كليه صيدله. يعني مجال بعيد تماما عن الهوايه. بالظبط. عايز توصل لمجال احتراف الشعر يا مهاب؟ ولا بتكتفي بس ان انت بتحس فبتتكلم؟ لا انا مكتفي بكده. بجد؟ بجد. انا ما توقعتش الاجابه دي خالص. يعني اي حد بيكتب قد يكون عايز يتشهر، مش بيكتب عشان يتشهر، بس الطموح اكيد موجود، ولكن علشان تقول انا بس مجرد كلام بحسه وبكتبه علشان الناس تسمعه وتحس بيه بس كده، بس ما كنتش متوقع الاجابه دي. بس طب خلينا نعرف من وجهه نظرك دور الشعراء دلوقتي او دور الفنانين حتى بشكل عام، كانوا كتاب، كانوا شعراء، ايا كان القطاع الفني يعني، بس التاكيد لهم دور في الفتره اللي احنا موجودين فيها، شايف البلد بتتطور، شايف عمليات تنمية، شايف اختلاف وجهات النظر، ولكن أيا كان لهم دور بالتأكيد.
طبعا هما ليهم دور، والشاعر ليه دور كبير جدا في الحس الوطني، وفي ان هو يعني والفترة دي بالتحديد يا مروان؟ بالظبط بالظبط بالظبط، يعني الشاعر كيان لدولة كاملة برافو عليك. بالظبط. فيعني حيث ان الشاعر بيقول، على فكرة انا اتسألت سؤال كتير جدا، ان انت بتلاقي وقت تكتب شعر منين؟ الشعر حالة، وتقمصه في غير الحالة استحالة. جميل. وده اللي بيميز الشعر المصري، إن الشعر المصري من كتر القضايا اللي احنا بنعيشها حاسسها. حاسسها بالظبط كده، عشان كده بقول لك الكلام طالع من القلب. بالظبط كده. ودي يعني دي يعني وجهة نظر خاصة، إن الشاعر يميل أكتر إن هو يحس بالناس، عشان أنت شاعر يعني جاي من مشاعر. هي كلمة بتعبر بالظبط عن كده، نفسها، شارحة انت نفسها. شاعر يعني، انت يعني ايوه ضروري ان انت تدرس قوافي وكده، بس انت اسمك شاعر يعني حاسس بالناس، يعني المفروض الاول تحس بالناس وبعد كده تشوف الايه الحاجه اللي ممكن تديك دفعه يعني توصل الكلام اللي انت هتقوله للناس. ما جاتش خلاص خير وبركه. لا هتيجي ان شاء الله. طب خلينا نسمع حاجة تانية مهمة من اشعارك. اوكي، في قصيدة الماضي، الماضي. الماضي، مكالمة الماضي، هي مكالمة من الماضي. يعني ما يعني الماضي الأسود بتاعي، مش هو، هي قصيدة كده يعني. أوكي، هي قصيدة بتقول: ألو، أنا الماضي وعايزك ترجع من تاني، أنا اللي غلطت في حقك، سامحني معلش، ما كانش قصدي، طول عمرك انت اللي طيب وبتسامح. سماح وسامح، اسامح حد كان جارح في عز الضيقه كان ضدي وسابني في شدتي لوحدي، اسامح مين وسامح ليه؟ ما تقولي اللي اتفقنا عليه، ما كنتش حتى ليك ذكرى اجيبها لك، كانت اخطاء على حسابك بشيلها لك، بعديها بعديها وعمري ما لومت انا فيها، بعديها ووديها وبنساها وبخدع نفسي بالنسيان، وانا اصلا ما ناسيها. اسامحك ليه يا ماضي الذل، يا ماضي عشت بإهانة وحفرة كبيرة مليانة، بكل جرح كان ليا في قلبي في روحي في عينيا، بس منسية ومقرية، إنك يا ماضي عشت مجني عليك وقلت تاخدني كده في إيديك، لكن أديني فقت خلاص وبشهد لك قصاد الناس إنك يا عمري ليك شاري، والماضي جاي من تاني يقول لي سماح وبتسامح، أسامح حد كان جارح. الله عليك المرة. الله عليك. قول لي انت نشرت قصائد ليك قبل كده ولا دي جايز البدايه؟ لا انا ما ليش كتب ولا مؤلفات، هو على الفيس بس، البيدج مكتفي بالبيدج بتاعتي والفانس بتاعتي على الفيس بس. طيب المشاريع الجايه، يعني عايز اقول انتوا كشباب بتبقوا لكم طموحات وحاط لنفسك زي بيقولوا خطط، قد يكون انت قلت لي انا مكتفي مش عايز اوصل مرحله الشهره او سعيد باللي انا موجود فيه دلوقتي، ولكن برضو بتكلم على الطموح. بص هقول لك حاجه، انت زي ما قلت انا يعني انا في كليه صيدله، تمام، ده برضو يعني بيربطني شويه شويه، انا كنت عايز لسه اسالك بالظبط نفس السؤال يعني، بتلاقي وقت ازاي ان بس انت كمل كلامك. ما هو نفس السؤال. تمام، لا خلي السؤال ده بعدين هجاوب لك تمام. عليه. تمام، معلش السؤال تاني، معلش انا ما ركزتش فيه، نسيت سؤال ده عشان معلش. انا عارف ان انت زي ما بتقول معلش. الشاعر بيبقى حاله، ولكن خليني اسالك على مشروعاتك الجايه، انت ليك طموحات؟ بالظبط، انا كليه صيدله طبعا، يعني عشان المواد العلميه وكده، فدي بتخليني يعني انت مركز في دراستك بالتاكيد. بالظبط بالتاكيد بالظبط كده، تمام. فانا هطلع دكتور، تمام، فهطلع دكتور وشاعر، الموضوع يعني ان انا احترف معظم شاعر. الدكاتره شعراء. بالظبط بالظبط، ما هو لازم تعمل اللي بيشوفه كله. بالظبط كده، فزي ما بقول لحضرتك كده، يعني انا مش غاوي احتراف الشعر،
عشان مستقبلي انا شايفه ان انا كشاعر حاسس بالناس بس. ده كفايه. ودكتور. واحنا محتاجينك تكون دكتور ناجح وصيدلي ناجح بالتاكيد يا مهاب، وسعدك موجود معانا، وانا سعيد على المستوى الشخصي موجود زي ما قلت لك قبل الهوا. بنبقى في منتهى السعاده برنامجنا ان المواهب الشابه موجوده ومصر دايما عطاء. بالظبط. الشاعر الشاب مهاب محمد بشكرك، وبالتاكيد هنتقابل مره تانية حتى لو ما ساعدش ورا الشهره، ولكن كفايه احساسك وكفايه كلامك الجميل بجد. وهتجي لنا تاني اكيد ان شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا بالتاكيد مكملين فقراتنا معاكم، ولكن هي دي المواهب الشابه، هي دي مصر دايما ولاده. خلينا نكمل معاكم فقراتنا بعد الفاصل.